مرحبا. راح نبلش اليوم درس بخص جهاز المناعة، جهاز الحماية في جسم الإنسان. إذا بنيجي نشوف جهاز المناعة وجهاز الحماية في جسم الإنسان، شو الحاجة لإله؟ راح نشوف بالبداية في مع بعض إيش راح نتعلم اليوم بالدرس، شو راح نتعلم في هاي الحصة. بعدين نيجي نشوف أكثر ليش إحنا بحاجة لهيك جهاز. بالأساس جهاز المناعة عندنا عند الإنسان اللي هو مثال لجهاز المناعة الموجود عند جميع الثدييات. منلاقي إنه جهاز المناعة بتقسم إلى قسمين، أو في من نوعين. النوع الأول أو القسم الأول اللي هو جهاز مناعة غير متخصص، ولما بقول في جهاز مناعة غير متخصص فبالتالي أكيد بنفهم في عنا جهاز مناعة متخصص اللي هو أكثر متخصص وأكثر فعاليته بتكون أقوى، ومش أقوى إنما متخصصة بشكل معين. راح نتمركز في الدرس تاعنا اليوم عن القسم الأول، عن جهاز المناعة الغير متخصص. راح نحكي في هذا الدرس عن شغلتين في القسم الأول. راح نحكي عن خط الدفاع الأول اللي هو عمليا بتمركز أو بالأساس يعتمد على الجلد تاع الجسم، آليات الدفاع اللي موجودة في الجلد بالفتحات الطبيعية في الجسم. وراح نحكي عن خط الدفاع الثاني اللي له علاقة في كريات الدم البيضاء البالعات والالتهاب كرد فعل مناعي. شو وظيفة هذا الخط الدفاع، أو شو وظيفة جهاز المناعة بشكل عام؟ خط الدفاع الأول إذا بنيجي نشوف عبارة وظيفته الأساسية تتمركز حول إنه يمنع دخول مسببات الأمراض لداخل الجسم. هذا نفكر بهاي الجملة شوي، شو يعني وظيفته يمنع دخول مسببات الأمراض لداخل الجسم؟ مسببات الأمراض عادة بتتواجد في البيئة الخارجية تاعتنا، وعشان نحافظ على جسم اللي هو سليم، جسم في اتزان بدني أغلب الوقت، جسم اللي هو بدون أمراض، احنا بحاجة انه نحمي حالنا حتى نمنع هاي المسببات انها تدخل لداخل جسمنا من البيئة المحيطة فينا. طبعا احنا بنعرف انه البيئة تاعتنا مش بيئة نظيفة 100%، البيئة تاعتنا تحتوي على الكثير من الكائنات الحية المجهرية اللي عمليا موجودة حولنا في كل مكان، في كل اسطح احنا بنلامسها، في كل اشي احنا بنيجي معاه بتواصل أكيد راح يكون في عليه أو يحتوي على كائنات حية اللي هي مجهرية أو أجسام غريبة اللي مش المفروض إنها تفوت على جسمنا، وإذا فاتت لجسمنا ممكن تسبب لنا مشاكل كتير. فوظيفة الخط الدفاع الأول أو وظيفة جهاز المناعة بالأساس أجت حتى تحمينا، حتى تمنع تعمل حاجز وتمنع دخول هاي المسببات لداخل الجسم. هات نشوف مع بعض في الصورة الموجودة قدامكم، مجموعة الصور الموجودة قدامكم، وين شو بالضبط عم نحكي احنا اي كائنات. اذا بتطلعوا على الصورة الاولى الموجودة هون، احنا بنشوف هون صورة او تكبير مجهري، طبعا تكبير الكتروني لبكتيريا اللي موجودة على فتحات غدد العرق. موجود عندنا شايفين انتم بالصورة انه موجود في عندنا كميات كبيرة من خلايا بكتيريا بتتمركز موجودة هناك. بنشوف بالصورة الثانية مثلا بكتيريا او كائنات مجهرية الموجودة على طبقة اسناننا في داخل الفم، اعداد هائلة. بنشوف بالصورة الثالثة برضو كمان صورة لبكتيريا موجودة على الجلد، جلد الجسم، وموجودة في في الصورة الرابعة موجود عندي بكتيريا وكائنات حية مجهرية اللي هي موجودة على أقدامنا. فمن هاي الصور احنا بنقدر نفهم انه عمليا جسمنا هو بيئة، بيئة تربية، بيئة اللي ممكن تحتوي او تتلامس مع كائنات حية مجهرية. هاي الكائنات موجودة بأعدادها اللي لا ترى، احنا اذا بنمسك شغلات ما بنشوف عليها هاي الكائنات، لكن جسمنا بسهولة بيقدر يحتوي على هاي الكائنات اللي
غالبا هي لا تكون مسببات امراض، غالبا ممكن تكون بكتيريا افيلو مفيده، بكتيريا اللي هي ممكن لا تؤذي وبالعكس ممكن تفيد، لكن بضل في هذا الجزء البسيط من البكتيريا ومن الكائنات المجهرية اللي هي مسببة أمراض اللي ممكن دخولها لجسمنا يعمل لنا مشاكل. لذلك نتيجة هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه، انه احنا مش ببيئة نظيفة ومش ببيئة معقمة، وانه احنا معرضين كل الوقت من كل الجهات، ان كان بشرابنا، ان كان بأكلنا، ان كان بالأجسام اللي بنتماسك نمسكها، المسطحات، اي شيء بيجي معنا بتواصل ممكن يوصل لنا كائنات اللي هي غير مرغوب فيها داخل الجسم، فبحاجة لجهاز اللي يحافظ علينا يمنع دخولها ويمنع وصولها لداخل الجسم. تعالوا مع بعض نشوف هذا الفيديو اللي فيه عمليا منشوف اللي حكينا عنه قبل شوي، ليش هالقد جسمنا ليه هالقد جسمنا هو بيئة تلقط كائنات مجهرية. هذا نشوف. اوكي، اذا شايفين عمليا بيئة مختلفة الظروف، بيئة مختلفة الظروف اللي تتواجد عليها كائنات مجهرية بكل محل تقريبا، بكل أنواع، عندنا كتير أنواع ممكن تتواجد. وهاي البكتيريا إذا نيجي نفكر من وين وصلت لجسمنا، هاي البكتيريا عمليا بشتى أنواعها وصلت لنا بالأساس من خلال عملية الولادة. خلال عملية الولادة إحنا نلقط من أجسام أمهاتنا الكثير من أنواع البكتيريا طبعا، وبالآخر حياتنا بتواصلنا مع البيئة اللي حوالينا إحنا كمان بنستقبل أنواع من البكتيريا، ومهما حاولنا إحنا ما بنقدر نتخلص من هاي الأنواع، موجودة على جسمنا كل الوقت. اللي ممكن تكون بأجزاء كبيرة منها، أنواع كتير منها، إنها هي غير مسببة أمراض، لكن هذا الجزء البسيط اللي هو جزء من هاي الأنواع ممكن يكون مسبب أمراض ويؤذي الجسم. إحنا بحاجة لجهاز اللي هو يمنع، يعمل حاجز يمنع دخول هاي المكونات أو هاي الأجسام من البيئة الخارجية لداخل الجسم. بترككم تشوفوا شوي الفيديو ونشوف الأنواع اللي ممكن تتواجد بالبيئة حوالينا والمسببات الأمراض اللي ممكن تسبب لنا أمراض. Skin. Oily surfaces like your face can be much more densely populated with up to 80 million bacteria per square centimeter. Those oily areas are called sebaceous zones, and they're a particular favorite of Propionibacterium acnes. Yeah, the ones that cause that annoying skin condition. These bacteria live in your hair follicles and the pores of your skin, but they don't normally cause any problems. Even if your skin looks perfect, it's still crawling with Propionibacterium acnes. They live deep in your pores and feed on sebum, the oily secretion that moisturizes and protects your skin and hair. But once your body begins producing too much sebum, these bacteria proliferate, clogging your pores and causing inflammation. The genus Staphylococcus counts over 40 species of bacteria. The most common one is Staphylococcus epidermis. These bacteria are typically harmless inhabitants of your skin, but can cause infections associated with medical devices like catheters or implanted prostheses. Then, there are the moist zones of your skin, the creases of your elbows, your armpits, and the areas between your toes. They're home to Carinobacteria. Some species of this bacteria can produce toxins and cause diphtheria. However, their non-pathogenic relatives are widely used in the mass production of amino acids. Some species even produce substances similar to antibiotics. It's kind of gross to think about how many bacteria are crawling on your hands, neck, and face while you're living your life, but they're a part of you. There's a whole bacterial civilization using your skin as land. You should feel good about it. For them, you are their whole world. And it's not just your skin that bacteria call home. In fact, half of the cells that make up your body aren't human cells. They're bacterial ones. Want to know more about this human safari? Stay tuned and discover your amazing body with us. Since you're... Okay, إذا شفنا
مع بعض. الفيديو شرح ووضح لنا أو فرجانا كمان كيف إنه البيئة الجسم يعتبر بيئة كتير مناسبة لتواجد البكتيريا، وعمليا جسمنا هو مكان مناسب جدا لتكاثر هاي البكتيريا، لهيك إحنا منلاقيها بكثرة وبنسب عالية، وبحاجة لجهاز اللي هو يحاول يعمل هذا المنع، هاي المواجهة بيننا وبين البيئة الداخلية، يحافظ على البيئة الداخلية مقابل البيئة الخارجية. حتى نرتب المعلومات هيك شوي مع بعض ونشوف جهاز المناعة هذا اللي هالقد ضروري لنا حتى نعيش في بيئة بأكثر ما يمكن باتزان وبدون أمراض، هات نشوف نرتب المستويات اللي بيشتغل فيها جهاز المناعة. فالبداية احنا عندنا خط الدفاع الاول اللي شفناه بالفيديو، اللي هو عمليا عبارة عن حاجز فيزيائي بيواجه البيئة الخارجية، وبحاول وظيفته الأساسية يحاول انه يمنع دخول مسببات الأمراض. احنا عمليا عم نحكي عن الجلد تاعنا اللي هو بغطي او بغلف الجسم تاعنا، بغلف البيئة الداخلية، بيمنع قديش بيقدر دخول مسببات أمراض لداخل الجسم. طبعا بيضل عندنا الفتحات الطبيعية اللي هي أنف أذن العيون، اللي أمثلة على هيك الفم، اللي عمليا هي فتحات طبيعية في الجسم، وهناك في مجال إنه البكتيريا أو المسببات الأمراض أو الكائنات الحية المجهرية تدخل عن طريقها. وهناك في اعتبار تاني ممكن راح نشوف كمان شوي كيف جسمنا بحاول يحمي حاله بهاي المناطق. خط الدفاع الثاني بيجي عمليا وظيفته اللي بعد ما تفوت المسببات الأمراض، بحالة إنه جهاز المناعة الأول أو خط الدفاع الأول ما قدرش يمنع دخول مسببات الأمراض، ومسببات الأمراض لاقت طريقها وفاتت للجسم بأسباب مختلفة كمان راح نشوف لقدام، وظيفة الخط الدفاع الثاني إنه يجرب يوقف لها يحاربها أو يمنع تكاثرها داخل الجسم عن طريق بيستعمل كريات الدم البيضاء اللي هي بتشتغل بشكل عام اللي تسمى البالعات، راح نحكي كمان نفسر عنها لقدام أكتر. وبعدين بيجي دور الخط الدفاع الثالث. بالخط الدفاع الثاني أو كريات الدم البيضاء عمليا مظبوط هي بتحارب داخل الجسم وبتمنع دخول بتمنع تكاثر مسببات الأمراض، لكن بتضلها رد فعل غير متخصص، يعني ما في عندها تخصص في العمل. بعد الخط الدفاع الثاني بجسمنا برضو في عندنا كمان مستوى أقوى شوي ومتخصص أكثر، اللي هو جهاز المناعة الثاني المتخصص اللي بيشتغل بمساعدة خلايا بيضاء من نوع آخر، اللي كمان وظيفته يحارب مسببات الأمراض بعد ما تدخل داخل الجسم. طبعا هذا رد الفعل بيكون رد فعل اللي هو متخصص، في عنده لقدام مميزات تانية، بنحكي عن ذاكرة مناعية اللي بتساعدنا كحصانة للمستقبل، وهذا الاشي مش موجود في الخط الدفاع الاول والثاني. طبعا الخط الدفاع الثالث مش راح ينحكى عنه بهذا الدرس، هذا درس تاني ان شاء الله بنحكي عنه لقدام. هات نشوف بدون إذا نرجع لخط الدفاع الأول والثاني اللي أكثر رح نتمركز فيهن، بنشوف إنه بدون هذا الحاجز، بدون هذا الحاجز المناعي الأول الفيزيائي اللي هو الجلد، كانت كل البكتيريا كل مسببات الأمراض الموجودة في البيئة تاعتنا كان بسهولة بتقدر تدخل لجسمنا تسبب لنا أضرار، تتكاثر بسهولة بيئتنا، بيئة داخلية ممتازة فيها الشروط الممتازة للحياة، درجات الحرارة، الرطوبة، الغذاء، إيش ما بدهن الشروط جوا داخل جسمنا ممتازة للتكاثر. فبدون وجود الجلد، بدون وجود هذا الحاجز الأول، كانت بسهولة هاي مسببات الأمراض بدها تدخل لجسمنا، بسهولة بتتكاثر، بسهولة تتسبب أضرار وأمراض، وإحنا ساعتها بنطلع من إشي اسمه اتزان بدني وجسم سليم. فمنستنتج أو الملخص الأول اللي حكيناه إسا هو إنه خط الدفاع الأول عملياً بيشتغل لا يمنع دخول مسببات أمراض، فهو البادي جارد تاعنا، هو المدافع الأول تاعنا اللي واقف بمواجهة العدو بالدرجة الأولى. إذا بنقام هذا الحاجز معناته مسببات الأمراض قلنا بتفوت للجسم بسهولة. فالجلد عمليا زي ما شفنا هو خط دفاع جاهز
ناجع كل الوقت، موجود كل الوقت بحالة عدم الإصابة. كل ما الجلد تاعنا سليم كامل بغلف جسمنا، بفصل البيئة الداخلية عن البيئة الخارجية، بيواجه البيئة الخارجية ومكوناتها، معناته أكثر من 99% من الكائنات الموجودة حوالينا الغريبة المجهرية اللي منلامسها كل الوقت ما بتقدر تتفوت للجسم. بحالة إنه ما انصاب، لكن إذا هذا الجلد انجرح أو انصاب عمليا، عند إصابة هذا الجلد، عند إصابة الجلد بتبلش عنا الجسم بلش يشتغل. طب انصاب الجلد معناته صار في عندي فتحة طوارئ، وفتحة الطوارئ هاي بتأهل إنه تسرع دخول مسببات الأمراض أو الأجسام الغريبة. فأول ما بنجرح الجسم، الجلد في عنده آلية دفاع اللي هي آلية التخثر، اللي أول إشي بتحاول إنها تمنع النزيف، تقلل قدر المستطاع خسارة دم، وكمان بتحاول تسكر الجروح سريع قد ما بتقدر سريع حتى تمنع دخول مسببات الأمراض. منشوف كمان العرق، مسامات العرق الموجودة أو غدد العرق الموجودة تحت الجلد كل الوقت بتفرز عرق، وهذا هذا السائل العرق هو داخل كمان يحتوي على انزيم الليزوزيم اللي بحاول انه يواجه مسببات الامراض الموجوده على جلدنا. زي قبل بدايه الدرس شفنا الكائنات المجهريه الموجوده في غدد العرق. منشوف كمان اللعاب يحتوي على انزيم كمان الليزوزيم حتى يواجه مسببات امراض اللي ممكن تتواجد في غذائنا وفي شرابنا وحتى نمنع دخولها داخل الجسم. العيون بالفتحات الطبيعيه الموجوده كمان منشوف انه في بالعيون دمع، افراز دمع، هذا الدمع يحتوي على املاح ويحتوي كمان على انزيمات محلله اللي تحاول تدافع عن الجسم بهاي الفتحات الطبيعيه. فاذا الجلد زائد كل الآليات الموجودة في الفتحات الطبيعية بحاولوا إنهن يمنعوا دخول مسببات الأمراض داخل جسمنا. الإشي كمان بيدخل أكثر في حامضية المعدة، المعدة من جوا إذا البكتيريا أو المسببات الأمراض قدرت تدخل الحاجز الأول، تعبر الحاجز الأول تدخل لداخل الجسم، فهناك بالمرصاد بتستناها حامضية المعدة اللي هي بتحاول كمان إنها تفكك مسببات الأمراض وتعمل كحاجز مناعي. داخل المسالك التنفسية الآن في القصبة في عنا الأهداب، في عنا الطبقة اللزجة المخاطية اللي بتحاول تتمسك في الأجسام الغريبة، تحاول تطردها خارج الجسم بمساعدة حركة الأهداب إلى الخارج، وبهيك كمان تخفف دخول مسببات أمراض. بالإضافة لآليات السعال والعطس اللي كمان بتساعدنا أنه نتخلص أو نخرج لبرا الأجسام الغريبة اللي بتدخل لجهاز التنفس للمسالك العلوية. هات نشوف إذا إحنا استعملنا أو إذا الإنسان كان مدخن هذا التدخين أو هذا المادة اللي بدخنها الإنسان في السيجارة كيف بتأثر على المسالك التنفسية وبهاي الطريقة شو بتعملنا لقدام. فطبعا إذا إحنا حكينا أنه في المسالك التنفسية في عنا آليات دفاع، التدخين بهدم هاي الطبقات، التدخين بحرق الشعيرات والأهداب والطبقة اللزجة هاي، بعدم وجود هاي الطبقات المبطنة للمسالك التنفسية هذا الإشي عمليا بيؤدي لنتيجة واضحة جدا اللي هي عمليا فيش عندي آليات مناعة وفيش عندي آليات دفاع، فهذا الإشي بيزيد من احتمال دخول أجسام غريبة للجسم، وهذا الإشي كمان بيزيد من احتمال الإصابة بالأمراض. بهاي الفترة كمان لازم بفكر نحكي شوي عن فيروس التاجي الكورونا، لأنه كمان طريقة دخوله بتكون عن طريق الجهاز التنفسي. فمنشوف إنه فيروس الكورونا بدخل لجسمنا بالأساس، الانتشار بيكون عن طريق تعرض لسعال أو عطس من إنسان مصاب، أو إنه إحنا نلامس بإيدينا مسطحات اللي هي في عليها هذا الفيروس، تواجد عليها هذا الفيروس، وهذا الفيروس في عنده إمكانية إنه يتواجد على المسطحات لساعات معينة. فإذا أنا لامست هاي المسطحات المصابة ولامست الفم أو الفتحات الطبيعية، أكلت أو العيون، فعمليا أنا وصلت الفيروس لداخل الجسم.
طيب وإذا في عندي كل آليات الدفاع اللي حكينا عنها قبل شوي، إذا كان الدمع، إذا كان الإنزيمات، إذا كان عصارة المعدة، المفروض إنه هذا الفيروس ما يدخلش لجسمنا وما يعملنا مشاكل. بس بالأساس مش كل شيء بيمشي مظبوط. مظبوط في عنا الحاجز الأساسي موجود، والفيزياء الأول، حاجز الفيزياء الأول موجود، لكن وبيحاول قدر المستطاع أنه يمنع دخول مسببات الأمراض، لكن في مرات هاي المسببات بتقدر تدخل وتقدر تسبب أمراض، فبحاجة لمستويات دفاع تانية راح نحكي عنها بعد شوي. فلذلك التصرف الصحيح عشان نمنع كمان نساعد الجلد وكمان نساعد خط الدفاع الأول إنه ما نساعد في دخول مسبب الأمراض لداخل الجسم، فمطلوب منا إنه نتصرف بالأربع تصرفات اللي شايفينها قدامكم. عمليان العطس ما يكون لكفة الإيد، إنما للكوع تاعنا، للأماكن اللي ما منلامس فيها مسطحات تانية أو أشخاص تانية موجودة في البيئة تاعتنا. نلبس كمامات حتى نمنع انتشار الفيروس قدر المستطاع. إذا لامسنا بإيدينا مسطحات اللي هي مصابة أو ملوثة، فكمان نداوم كل الوقت على غسل الإيدين بالصابون حتى نتخلص من الأجسام المسببة للأمراض. إذا نيجي نلخص القسم الأول من درسنا، فالقسم الأول عملياً خط الدفاع الأول وظيفته إنه يكون حاجز دفاعي أولي فيزيائي موجود كل الوقت بحاول يمنع دخول مسببات الأمراض، وهذا موجود بشكل دائم كل الوقت حتى لو مسببات الأمراض ما دخلت لجسمنا، هو موجود كل الوقت بيشتغل كل الوقت بشكل غير متخصص أمام مسببات الأمراض. راح أعطيكم مهمة اللي هي سؤالين صغار تفكروا فيهن قبل ما نطلع على استراحة. استراحة 10 دقائق طبعاً بتاخد السؤال، تجرب تذوت المعلومات اللي تعلمناها سوا في القسم الأول، وبعد ما نرجع من الاستراحة منشوف الإجابة مع بعض.
أهلا وسهلا من جديد بعد الاستراحة، بتمنى أنه اشتغلتوا صح على الأسئلة. هات نجرب نجاوب مع بعض الأسئلة. السؤال الأول كان: أشيروا إلى الجمل الصحيحة من بين الجمل التالية التي تميز خط الدفاع الأول. إذا بدنا نيجي نحل السؤال الأول، فمنشوف هل الجملة الأولى صحيحة؟ هل يعمل ضد أجسام غريبة بمساعدة خلايا دم بيضاء؟ ولا يمنع دخول الأجسام الغريبة إلى داخل الجسم؟ هذا عرفوا شو هنرجع للجملة الأولى. هل الجملة الأولى صحيحة؟ هل الخط الدفاع الأول هو بيشتغل بمساعدة كريات دم بيضاء؟ ما جبنا سيرة هيك إشي، فهو لا، خط الدفاع الأول ما بيشتغل بمساعدة خلايا دم بيضاء، إنما حكينا بمساعدة الجلد والآليات الدفاع الموجودة في مناطق فتحات الداء الطبيعية الموجودة في الجسم. بالنسبة للجملة الثانية، يمنع دخول الأجسام الغريبة إلى داخل الجسم، وهذا الإشي حكيناه صح، إنه عمليا وظيفته منع دخول الأجسام الغريبة، لا يتواجد بالجسم بشكل دائم، إنما ينتج بعد التعرض للأجسام الغريبة. طبعا لا، حكينا إنه كل الوقت الجلد موجود حتى لو ما فيش ببيئتنا أجسام غريبة. فالجملة الثالثة مش مظبوطة. الجملة الرابعة: هو غير متخصص، أي أنه يعمل بطريقة موحدة ضد جميع الأجسام الغريبة دون التمييز بينها، فهذا الإشي صح، فالجملة الثانية صحيح. بالنسبة للسؤال الثاني: أنواع كثيرة من البكتيريا بتعيش بكثافة عالية على جلد إنسان معافى، ما بتسبب له أمراض. هذه البكتيريا غير مضرة للجسم بشكل عام، وتواجدهم على الجلد بمنع تطور بكتيريا أخرى هناك. كيف ممكن اعتبار هاي البكتيريا انها جزء من خط الدفاع الاول بالجسم؟ هذا الاشي بيقول لي انه هاي البكتيريا اللي هي موجودة على جسمنا ما بتسبب لنا اضرار، ممكن تتنافس مع بكتيريا تانية اللي هي مسببة امراض، وطبعا التنافس بيؤدي الى موت هذه البكتيريا المسببة امراض ومنع دخولها للجسم، وهيك هو بيشتغل جهاز الدفاع، خط الدفاع الاول. رح نيجي نحكي إسا بهذا القسم عن خط الدفاع الثاني، يعني اللي هو عمليا بتمركز بمساعدة خلايا دم بيضاء اللي من نوع البالعات الفاغوسيتات. احنا هنا خلصنا الحاجز الأول، خلينا نقول لشنصنا العاطل إنه مسببات الأمراض دخلت داخل الجسم، استطاعت إنها تتغلب على الحاجز الأول وفاتت لداخل الجسم، نشوف الجسم شو بيعمل. فخط الدفاع الثاني بيعمل قلنا بمساعدة البيضاء، الكريات الدم البيضاء اللي من نوع بالعات الفاغوسيتات، اللي هي وظيفتها انها تبتلع الجسم الغريب. نشوف قدامكم بالصورة الجلد اللي موجود قدامنا، الجلد هذا مرق إصابة انجرح، وشايفين في مكان الإصابة في عنا دخول مسببات الأمراض اللي هي بكتيريا معينة باللون الأخضر، مسببات أمراض. فمنشوف إحنا عمليا الوعاء الدموي كيف كريات الدم البيضاء البالعات عم تترك الوعاء الدموي وعم تتجه لمكان الإصابة حتى تحارب مسببات الأمراض اللي دخلت عن طريق فتحة الطوارئ أو الجرح. قدامكم صور لكريات دم بيضاء من نوع بالعات، منشوف انه طبعا البالعات بجسمنا مش ملونة بهاي الصورة، انما صور هاي تلونت حتى توضح لنا. منشوف كيف البالعات عم بتحاول انها تتخلص من مسببات الامراض، فالبالعات في الصورة الاولى باللون الليلكي عم بتحاول تبتلع بكتيريا اللي هي ملونة باللون الاصفر. منشوف بالصورة الثانية كيف عنا بالعات عم بتمد الاذرع تاعتها حتى تبتلع او تتخلص من البكتيريا الموجودة في البيئة. فإذا وظيفة البالعات من اسمها التسمية بتدل على الوظيفة، تبتلع الأجسام الغريبة وتحاول تتخلص منها. منشوف كيف كريات الدم البيضاء البالعات بتطلع من الدورة الدموية وبتصل لمنطقة الإصابة حتى تتخلص من مسببات الأمراض. الوظيفة الثانية أو المميز الثاني اللي بيميز البالعات هو إنه كريات الدم البالعات أو البيضاء البالعات بيبتلعوا الأجسام الغريبة. فالميزة الأولى هي إنه عندهن القدرة على إنهن يطلعوا من الدورة الدموية، يتركوا الدورة الدموية ويتجهوا لمكان الإصابة. الميزة الثانية بتميزهن إنهن هن بيبتلعوا بعملية البلعمة أو الفاجوتسيتوزا، بيبتلعوا الأجسام الغريبة وبتخلصوا منها.
الوظيفة الثالثة اللي بتميز أو ميزة الثالثة اللي بتميز البالعات إنهن عندهن القدرة على إنهن يميزوا بين مركب ذاتي وبين مركب غريب. طبعا لو إنهن ما بيميزوا ما عندهن هاي القدرة على التمييز كان بتلعوا كل إشي بيلاقوه قدامهم، حتى مركبات وخلايا جسمنا اللي بتركب جسمنا، مركباتنا الذاتية. فهاي الميزة مهمة جدا للبالعات إنهن بس يتوجهوا للأجسام الغريبة. طبعا كيف بيعرفوا يميزوا هذا الإشي؟ له علاقة في مركب الغشاء تبع الخلية، في مركبات كيماوية اللي هي عمليا بتميزها البالعات وبتعرف إنه هذا جسم غريب ولازم أبتلعه. الميزة الرابعة اللي بتميز البالعات اللي هي عمليا هو بيبتلع كل إشي بنفس الطريقة، كل إشي غريب بتعرف عليه إنه مركب غريب بيبتلعه، ما في عنده القدرة إنه يتعرف على إكس واي زد على على أنواع مسببات الأمراض بطريقة خاصة، إنما هو بيشتغل بشكل عام غير متخصص. بنشوف قدامكم هيك فيديو صغير اللي بنشوف المميزات اللي حكينا عنها قبل شوي. بنشوف خلية بيضاء بالعة عم بتحاول تبتلع جسم غريب، بكتيريا صغيرة، وشايفين كمان انه بيميز انه هذا اشي غريب بده يلحقه ويده يبتلعه، وما ما بيصيب الاجسام اللي هي مركبات ذاتية، الخلايا اللي هي تابعة لتكوينة الجسم. فهو اذا بيميز، عنده القدرة على الخروج من الدورة الدموية، بحارب بس مسببات الامراض وما بيصيب مركبات الجسم. هذا نفكر مع بعض هيك سؤال معكم دقيقة، نشوف إيش هي الجمل اللي بتميز الخلايا البالعة. هل هي قادرة على تغيير شكلها، نقل الأكسجين، الانتقال من الأوعية الدموية إلى ما بين الأنسجة، ابتلاع الأجسام الغريبة بدون نواة، التمييز بين المركب الذاتي والغريب؟ دقيقة ونرجع نحل السؤال مع بعض. يلا نجرب نحل. اذا نشوف الجمله الاولى، قادره على تغيير شكلها، نقل الاكسجين، حل السؤال. قادره على تغيير شكلها، بتقدر تغير محلها، بتقدر تمد اذرع حتى تبتلع، ما بتنقل اكسجين، نقل الاكسجين له علاقه بوظيفه كريات الدم الحمراء، الانتقال من الأوعية الدموية إلى ما بين الأنسجة شفناه بالصورة إنه كيف هي بتترك الوعاء الدموي بتروح لمكان الإصابة، عندها القدرة على ابتلاع الأجسام الغريبة هي مع نواة، بس كريات الدم الحمراء بدون نواة، وهي بتميز بين مركب ذاتي ومركب غريب. إذا منشوف السؤال الثاني بيقولنا كيف إنه الخلايا البيضاء بتقدر تترك الوعاء الدموي وتروح لمكان الإصابة، شو الأفضلية بذلك؟ طبعاً واضح إنه إذا غدرت لأنها بتقدر تترك الأوعية الدموية وتروح لأي مكان في أي مكان الإصابة، فهذا الإشي بيساعدنا إنه نقضي على مسبب الأمراض قبل دخوله للدورة الدموية، لأنه مع الدورة الدموية راح ينتشر لكل أنحاء الجسم وهيك إحنا منحدد الإصابة أكثر. هات نركز على مراحل الابتلاع، نشوف بالضبط شو بيصير في الجسم الغريب لما بتبتلعه خلايا بالعات. فبالمرحلة الأولى البالعات بتمد أذرع وكأنه بتحوط الإصابة، بتحوط الجسم الغريب. بعد ما تحوطه بتدخله لداخلها مع حويصلة، داخل حويصلة طبعا. لهاي الحويصلة في المرحلة الثالثة بتضيف انزيمات محللة، هاي الانزيمات بتفكك او بتحلل المسببات الامراض او الاجسام الغريبة، وبعدين بتم التخلص منها خارج الخلايا البالعة.
منشوف قدامكم برضو المراحل بشكل سريع، كيف انه منحاول انه نتخلص من مسبب الامراض، نحلله ونخلص من مركباته خارج كريات الدم البيضاء. نحكي عن اخر شغلة بتميز خط الدفاع الثاني اللي هي عملية الالتهاب. شو هو الالتهاب؟ اللي هو عمليا رد فعل مناعي اللي بيعتمد بالاساس على مواجهة مسببات الأمراض بعد دخولها لداخل الجسم بمساعدة البالعات وكريات الدم البيضاء. مراحل الالتهاب حسب التخطيط اللي انتم شايفينه قدامكم، عمليا البداية بتكون انه احنا انجرحنا او صار في فتح الطوارئ، عن طريقها جسم غريب دخل لمنطقة الإصابة وصار يهدد. انه طبعا شو بيهدد؟ يعني عمليا اشي غريب فات لجسم ومجبورين احنا نواجهه. فهاي الخلايا المصابة بتفرز مواد كيماوية، المواد الكيماوية بتجذب لإلها او بتنادي لإلها وصول اكثر كمية من كريات الدم البيضاء البالعات. البالعات طبعا بيحاولوا يبتلعوا الاجسام الغريبة، بيحاولوا يزيدوا وصولهن طبعا للمنطقة عشان يحاربوا اسرع. عشان اقدر اوصل للبالعات لمنطقة الاصابة، فبده يوصل، بدها الاوعية الدموية الموجودة في المنطقة تتوسع، بدها تصير في وصول كمية دم اكثر للمنطقة. نتيجة وصول السوائل هاي اكثر، سائل الدم اكثر، فمنشوف انه المنطقة صارت حمراء زي ما شايفين بالصورة، انتفخت حمار والم، الالم بسبب ضغط السوائل على الاعصاب الموجودة في المنطقة. فإذا أعراض الالتهاب هي انتفاخ، احمرار وشعور بالألم لمحاربة. هذا الشيء بدلني أنه جسمنا عم بيحاول يحارب مسبب غريب أو مركب غريب. بعد ما نحارب ونقضي على مسبب المرض، منشوف أنه المنطقة رجعت لمنطقة طبيعية قدر المستطاع، باخذ شوية وقت. طبعا المنطقة هاي منشوف فيها سائل منسميه القيح أو العمل، هذا السائل الأبيض شوي هيك لونه بدلني على وجود بكتيريا وكريات دم بيضاء اللي هي حاولت تحارب ساحة المعركة. سؤال للتفكير، في منطقة في فترة حب الشباب، فترة البلوغ، منشوف انه بتظهر على جلد بعض الشباب بثور او حبوب حب الشباب، اللي هو عمليا ناتج من انه بهاي الفترة بيصير في عنا افراز دهنيات اكثر في الجلد من المسامات، ومرات في مسامات معينة هاي الدهنيات بتؤدي الى اغلاقها. وطبعا لما تغلق هاي المسامات بتكون بيئة مناسبة لتكاثر بكتيريا اللي بتؤدي لهاي الظاهرة. طبعا لانه في هناك بكتيريا ومسبب مرض، فجهازنا جهاز الحماية بحاول يحارب وبيؤدي الى التهاب. فهات نشوف اذا بتقدروا تتعرفوا على عوارض الالتهاب اللي حكينا عنها في هاي الصورة. فزي ما انتم شايفين ايش هي الاعراض اللي موجودة في الصورة اللي احنا حكينا عنها، شايفين احمرار، شايفين انتفاخ، وشايفين تجمع لسائل القيح اللي هو بدلني على وجود التهاب. تلخيص كل اللي حكيناه لسه، فحكينا انه خط الدفاع الاول هو وظيفته يواجه مسببات الامراض في البيئة الخارجية ويمنع دخولها للداخل، هو رد فعل دائم غير متخصص. بعدين بعد دخول مسببات الامراض اذا نجحت تعبر الحاجز الاول، ففي الحاجز الثاني اللي هو كريات الدم البيضاء البالعات اللي بتركوا مكان الدورة الدموية بيروحوا لمكان الاصابة. طبعا كمان هن بيحاولوا يمنعوا انتشار المرض ومنع تكاثر مسببات الامراض. رد فعل غير متخصص لانه بيشتغلوا قبال كل مسببات الامراض بنفس الطريقه، هو مكان رد الفعل هذا هو موضعي، مكان الاصابه يتم بيصير في عنا محاربه، وهذا الخط بميز بين مركب ذاتي بمركب غريب. كنهاية احنا بطلب منكم تشوفوا في عنا فيديو مرفق، بتقدروا تعملوا اسكان سريكا للفيديو الموجود في الكود هون، وجربوا تشوفوا بالفيديو مميزات الالتهاب وشو تعلمنا في الدرس هذا، وبتمنى انها تكون مهمة منيحة لطيفة، ويعطيكم العافية.